إيهاب، اللي احنا شفناه اعتقد باريس سان جيرمان بهؤلاء النجوم وهؤلاء او هذا الانتقالات الرائعه على مستوى كل المراكز، دونا روما، راموس، بتتكلم على ميسي، فاندوم، بتتكلم على اشرف حكيمي، بتتكلم على تيم اعتقد هو الاقوى على مستوى التشكيله في العالم. انت شايف ان خلاص الدوري الفرنسي بوجود باريس سان جيرمان بقى دوري ممل وخلاص البطوله محسومه؟ وهل السؤال الثاني او جزء من السؤال، هل بالتشكيله دي خلاص باريس سان جيرمان يضمن الحصول على الشامبيونز ليج ولا ليك راي اخر؟ والله يا كابتن احنا يعني حته دوري ابطال اوروبا ان ياخد الشامبيونز ليج هي دي اللي محل تساؤل حتى الان في الصحف الفرنسيه، هل مجموعه النجوم دول قادرين بخبراتهم الكبيره جدا بالانضمام للمجموعه القديمه وعلى راسها نيمار وكيليان امبابي ان هم فجروا مفاجاه كبيره رفضوا يبيعوه مقابل 200 مليون اخر عرض اترفع في الصفقات الاخيره، بيقولوا في الساعات الاخيره حتى كانت خلاص في كل الصحف الاسبانيه. طب انا عايز اسالك سؤال في الجزئيه دي، هل ريال مدريد فعلا عرض هذا المبلغ الكبير 220 مليون لانتقال مبابي في حين انه ممكن جدا يقعد 9 شهور او 10 شهور وياخد اللعيب فور فري؟ يعني بعض الصحف برضو قالت هذا الرقم غير حقيقي، وان باريس سان جيرمان ان ريال مدريد ما عرضش هذا الرقم، وانه يبقى من كمان من السذاجه ان رئيس نادي يشتري لاعب ب 220 مليون في حين انه ممكن ياخده فري من خلال او بعدها ب 10 شهور. دي اكذوبه قالتها بعض الصحف المدريديه التي تدين بالولاء لريال مدريد مبلغ 220. اخر عرض اترفع رسميا من ريال مدريد واللي اعترفوا بيه في فرنسا والكيب كتبت فيه هو ال 180 مليون يورو، وده مبلغ كبير جدا برضه يا كابتن. طبعا مبلغ كبير جدا انهم يعرضوا المبلغ ده عشان يحصلوا على كيليان امبابي، وبيعوض خسارتهم كمان، يعني بيدفع بالكامل مبلغ الاعاره ومبلغ الشراء من موناكو قبل 4 سنين، ده كله بالكامل يعتبر المبلغ ده هيعوضه. ولكن القصه في باريس سان جيرمان مختلفه شويه يا كابتن. القصه في باريس سان جيرمان ان هم دلوقتي النادي ده بيمثل شركه قطر القبضه، وهم عندهم كاس العالم، هم بياخدوا كوكبه نجوم تعمل دعايه، تعمل اسم، توزع، يعني تمهد ليهم ماشوا على راسهم طبعا. احنا شايفين ايهاب طبعا ده تقديم كل الصفقات الجديده او الصفقات المنتقله لباريس سان جيرمان على راسهم طبعا ميسي، وانت شايف قد ايه الاستاد. ويمكن خلينا نقول ان وجود ميسي في الدوري الفرنسي بعض الخبراء وبعض الناس بتقول ان هو اكيد هيبقى ليه فاليو على المستوى الفني وعلى مستوى الارتقاء بالدوري الفرنسي، المتابعه، الاستقبال، الفلوس، السبونسر، كل ده. اعتقد انتقال ميسي لباريس سان جيرمان غير طبعا البطولات اللي المفروض تتحقق، لكن على مستوى الليجا، على مستوى الليجا الفرنسي بيحقق شيء رائع. يعني من دلوقتي يا كابتن بقول لك مباراه باريس سان جيرمان، هتعمل مشاهدات تاريخيه، ولكن فين؟ في دوري ابطال اوروبا. الدوري الفرنسي حاليا بظل الكوكبه دي وبظل النتائج بعد 4 جولات حاليا، ان باريس سان جيرمان 12 بوينت من 4 مباريات، العلامه الكامله، بيتغلب على كل خصومه بسهوله، حتى الان ما شاركتش كل الصفقات. يعني دونا روما ما لعبش، راموس ما لعبش، كل الصفقات ما شاركتش، والثنائيه ثنائيه نيمار ميسي حتى الان الجماهير ما شفتهاش، اللي هي منتظره انها تعمل عمايل كبيره جدا. فحتى الان انتظر مباريات باريس سان جيرمان تحكم عليه امتى في دوري ابطال اوروبا مع فرق كبيره، انما في دوري الفريق الواحد حاليا الدوري الفرنسي اصبح دوري الفريق الواحد. بريق الدوري الاسباني اللي كان عامله ايام ميسي كان عشان يوجد وجود رونالدو الناحيه الثانيه، حتى بعد ما مشي رونالدو وجود راموس الكلاسيكو العالمي طبعا، وجود اسماء كبيره في الناحيه الثانيه في ريال مدريد واسم ريال مدريد وبطولاته الكبيره، انما حاليا اصبح دوري الفريق الواحد دوري باريس سان جيرمان. انما احنا اللي عايزين نتكلم فيها في الصفقات يا كابتن نقطه مهمه جدا، ان باريس سان جيرمان كان ذكي جدا السنه دي. باريس سان جيرمان جاب مجموعه من افضل لاعبي العالم كلهم ايه؟ فور فري. فور فري اه فالدوم انت تتكلم، بس هو كمان اجمالي النفقات اللي انفقها باريس سان جيرمان الموسم ده في الميركاتو الصيفي 83 مليون يورو، تقريبا معظمهم على صفقه اشرف حكيمي اللي هي 60 مليون يورو، انما الاسماء الكبيره جدا اللي جابها المدافع التاريخي سيرجيو راموس مجانا، افضل حارس في العالم، افضل لاعب في امم اوروبا دوناروما مجانا، فينالدوم عمود خط الوسط مجانا، ميسي الاسطوره اللي هيربط بين الخطوط دي كلها مجانا. فده كان ذكاء الحقيقه من اداره نادي باريس سان جيرمان الموسم ده انها تتعاقد مع مجموعه، وتعاقد ده كابتن زي ما حضرتك شايف هيكل عظمي كده للفريق، هيكل فقري كامل من الدفاع، من الجون للدفاع لنص الملعب للعيب قدام ميسي، يعني عملوا فرقه واقفه قويه جدا. طيب. مع الثنائي المرعب اللي انا بقول المرعب كيليان امبابي ونيمار،
كيليان امبابي حتى الان برغم ذهاب ميسي للدوري الاسباني الفرنسي ومشاركته في مباراه واحده، ولكن حتى الان امبابي هداف الدوري، اربع اهداف حتى الان في الاربع مباريات لباريس، بيواصل هوايته في تسجيل الاهداف في هز شباك الخصوم، لا زال الرهان عليه من جماهير باريس سان جيرمان. فعندهم كوكبه من النجوم اللي قادره انها تحقق كل الطموحات، وانا شايف ان باريس سان جيرمان يمكن النادي الانجح هذا الموسم من وجهه نظري على صعيد الصفقات في اوروبا في الميركاتو الصيفي. النادي الانجح على مستوى الصفقات في اوروبا من وجهه نظر ايهاب هو باريس سان جيرمان، هل ينجح في يعني حصد لقب الشامبيونز ليج؟ هو ده السؤال الكبير.